سلام حسام الليمونيه، مرحبا بيك. زرت البركه عايش الليمونيه. البرنامج هذا اسمه الصف في قلبك، نعرف تتفرج فيه اكيد. حسب رايك الليمونيه شكون استدعاك؟ شاكه في راجلي. معاش شاكه في راجلك؟ راجلك علاش مثلا راجلك مستدعيك البرنامج التلفزي؟ خاطر متعاركين عنا برشا و حبش يصلح روحه، وهو ديجا يعرف هذاك علاش ما لقاش حتى حل. يمكن جيل التلفزه. وجهك مش غريب عليا انت الساعه. انا اي انستغرام حاجه، تيك توك حاجه. تيك توك تيك توك صحيتي. تيك توك تيك توك اضرب. اي ذكرتك تيك توك، تعديتي عندي ولادي مغرومين بالتيك توك. ان شاء الله ربي يبقي عليك الستر. عايشك. قداش عندك فيه تيك توك من المواطن؟ تتكلم برشا برشا. قداش؟ برشا مليون؟ لا اقل، نزلت ما وصلتش المليون. ان شاء الله ربي يوصل بالسير. قداش؟ 100,000؟ اكثر اكثر. اعطيني رقم قداش. علاش نعطي بالضبط؟ هو برشا باش ندز التلفزه ريتا يا بنت. ما فيش لا في فيسك لا حتى شيء. لا نعرف اما برشا. قداش؟ قول هاي التيك توك تعمل لك مليون. امشي. اي تاخذ فلوس منه؟ لا نزلت. لا يلزم. قداش فيه؟ لازم 400 وحاجه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شو اسمك على التيك توك؟ زياني منو. زياني منو مليون، تعرفها؟ مليون بابا، مليون زياني منو مليون الليلة. هاي سكت. بيه قلت لي شكة في زوجي، علاش معناتها؟ شو اللي ما بيناتكم؟ أنا قلت لك متعاركين عنا عام وثمانية شهور. عام وثمانية شهور، بيناتكم وليدات؟ عندي بنية ولاي. إن شاء الله ربي يحفظهم. بيه طولوش، شو شكون استدعاك؟ بسم الله. هو انا زوجك هو عمل بيديه، ولكن زوجك اعتقد انه يعيش حاله مرضيه. ماهيش سهله. عمل بيديه هو ادمان، شكل من الادمان كيما الدروك كيما الله ما عافينا. يبدا حط 2000 ربح 360، بعد ربح 7 ملايين، بعد ربح 200، بعد لعب كذا، بعد معناتها يراو ينجم يزين له مثلا، ينجم يعملوا له كل لمصه، يحط 2000 يقول لك ربح 360 باش يولي يلعب. اي نجم تكون ما ادريش. القمار دمار. انا نحبك تسمعوا بعد اذنك وخيتي. اسم هاي زوجتك. وينك منى؟ انا قوي بسكت يعني البيت او نرجع ونبطل بطبيعتي. باش نبطلوا القمار خلي الناس كلها عرفتني تو، باش نرتاح منه القمار هكا. هاي نرجع نلمك الصغار وكل هي ذي نسمع فيها من 2017 وانت كل جمعه باش تبطل القمار وما بطلتوش. هاي المرة هذه سيء باش نبطل. سبحان الله. عليها كيك الصغار يبقى كيك كل واحد في شيرة، والصغار في شيرة، وأنا في شيرة، وأنت في شيرة. إيش عملت لهم الصغار؟ يعني نبدو بشوي بشوي. ها؟ ومش تسكنهم؟ يا ربي يعمل ديلته وربي يحله تو، بشوي بشوي واحد يرجع يخدم ويكري دار وكل شيء. بالنسبة للقمار سيء ناحيته ما غير مثلا. سي جعفر هذا من 2017 كل جمعة باش يبطل القمار وما بطلوش. صغار باش يدخلوا يقراوا كما جاوش خواتي ودارنا ما يدخلوش يقراوا. مادام وين تسكن انت تو؟ منوبة في دارنا. في دار الوالد؟ ام واصله؟ احكي لي تفضل. في
كيقرب المكتب طلبته وقلت له الصغار باش يدخلوا يقراو شكون باش يشري لهم الادوات والكرتابه والمنديله. 100 فرانك ما بعثاش، اختي عمرها 14 سنه باش تبيع تليفونها وخذت لهم الكرتاب. خويا عطاني باش كملت لولدي وعمي كيف كيف. دارنا متحملين المسؤوليه من 2012، انا معرسه عامين كريت وحدي هكا داخل الكل في دارنا، هما يوكلوا هما يشربوا هما يعملوا في كل شيء. توا بابا حل الحانوت في دارنا عاون نخدم في الملاوي باش نوكلهم، وهو ديما مول الدار مش لهنا وديما القمار. انا ما كنتش نصرف قبل. قبل كنت تصرف؟ ها اي. وتوا شناي؟ هي صحيح توا انا ولا 40 انا وحدي، مني بو مني ام عليه. دارنا متحملين مسؤولية أكبر من طاقتهم عليه. وأنتي تعرف في بالي نعم. سكنتوا في دارنا معانا، مشي بشي هز 3 ملايين ولا 4 ملايين مشي يجيب بهم سلعة، هز قمر بهم وجاء. 100 فرنك ما عندوش تحته. أمي تعبت وبابا تعب. وديما هكا نفس الحكاية، كل جمعة بشي يبطل القمر وما يبطلوش. المرة هذه مش نفس الحكاية. عليه خاطر جيت للتلفزة؟ عليه مش خاطر جيت للتلفزة. أنا ما جيت لهنا ما عرفت روحي سي. خاطر وجال التلفزة أختي، اسمعني اسمعني اسمعني. خاطر وجال التلفزة. شو شو مانيش باش ندافع عليه لآخر الحلقة، وخليها توفى كيما تحب. مانيش باش ندافع عليه جملة، باش نعطيك معلومة، خاف نفسر لك حاجة. جيت إنسان للتلفزة باش يقول راني نقمر. معناتها راهو تعرفش معناتها اختي ولا تونس كلها تتفرج. توا صحيح لهنا قاعدين في استوديو ما نحسوش كيفاش العباد تتفرج. اما هاي توا العباد تتفرج باش يعيش هو اللحظه، وباش تعيش انت اللحظه هذايا. جاي قال انا وبعد الطوفان في الباهي، قال نحب نتبدل، ما لقى حتى حل الا انه يجي يعترف قدام الناس يقول انا عملت، باش ينجم يكون عنده اليات بتاع الصد. خاطره في جانب راهو عنده مرض تاع الادمان، راهو مرض مانيش نبرر له، مانيش ندافع عليه ومانيش ندافع عليه. باش نعطيك معلومه اخرى، قلت لي قلت الكل قالوا قالوا ولا ما قالوش؟ قال خويا هزيت 3 ملايين قمرت بيهم. قال ولادي لا دفعت حتى نهار في حياتي كي تكون 100 فرنك، لا في دخولهم لا في كذا. قال هي راقدة بجنبي وأنا نقمر بالتليفون. قالوا عنده حاجة أخرى بخلاف القمار والشرب؟ برشا. تو ماهوش بحثيه من عرش عليه برشا. لا 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 نحكيو قبل. آه يشرب. لا لا معناتها يعمل التحول المبارك معناتها هيك اللي لا لا نسأل، نحب نعرف العائلة. ساعات يعمل عنده عنف؟ ده مش هكا ولا عنده ولا ما عندوش عنف؟ عنده ما مش ديما عنف. شكيت شي بيه وقت اللي يبدا عنده عنف اختي؟ شكيت بيه، وصل لحرق روحه قدام دارنا. حرق روحه؟ اه طفي فيه العبيد ويضرب فينا بالحجر. يضرب الحجر؟ أه. اقسم بالله ها هو كان نكذب يقول. يس يا مان يضرب الحجر؟ اقسم بالله بالحجر. علاش؟ شكون بالحجر؟ خاطر هزيته معايا العرس وما تعشيش. لا غير اللي تضحك ولا بعرف. ورثت النبي؟ اقسم بالله مشي العرس بحذانا جيرانا خاطر مش متعشيتش. مش متعشيتش مش متعشيتش مش متعشيتش. جابوا جابوا لحم بقري الاولاد. مش متعشيتش جابوا لحم بقري. يزي تفضلكوا. لا بربي علاش يضرب الحجر؟ اقسم بالله يا جماعه القصرين نحن يذبحوا برشا علوش، واخر وقت كي تمشي تاكل تلقى الماكله. بحذنا عباد على قدهم ذابحين من عرش شنيا، مشينا كي وفي العشاء خلط عليه بالحجر وحرق روحه. عملت بي عريضه الصباح. كي لا عاد كي لا خاطر ما تعشاش. هو كان نكذب يقول شنو حرق روحه خاطر ما تعشاش. قال لي نمشي ندفع فلوسي وما نتعشاش. لا 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 تفضلكم بيان سور كاميرا كاشي. لا اقسم بالله قلت لك كي لا عاد كي لا الاربعه نتاع الصباح ويضرب الحجر.
يضرب في الحجر بشكون؟ شكون يضرب فينا؟ نحن في دارنا. كيفاش انتم بتلاقي احنا الداخل في الدار؟ باهي سيدي فرضا خاطر ما تعشاش. خاطر ما تعشاش. اسمعيني يا اخي، انتم مالي العرس؟ جيراني علاش يضرب فيكم في الحجر؟ قال لي وانا هربت لدارنا يعمل لي ندفع فلوسي من هذا وما نتعشاش وبدا شو دخلوا يدفع فلوسه؟ فيش يدفع فلوسه في الحنه. شو الخصه هذي؟ والله راني مصدق. هو كان يكذب عليه يقول حنت والجارنا مشي معايا يدفع هو في الحنه. هي يدفع الحنه لازم يتعشى؟ لازم يتعشى. انت مش مدخلها؟ ما سامحني، انت تمشي الحنه ولا ما؟ انا ما نحبش نمشي. هي كبشت في قالت لي تمشي معايا. مشيت للحنه؟ مشيت. هي بعد مشينا بنتي قالت لي العشيره وبالحم البقر، قلت لها ما تعشوش. من بعد جعد قلت لها جيبي ما غير الحم، قالت لي لا وما عادش. ايه قلت لها جايبتيني لهنا وما غادي واحد وزيد ندفع فلوس وزيد ما نتعشيش. ايه تضرب الحجر؟ ضربت الحجر؟ ايه ضربت. تضرب الحجر في شكون؟ في داره. ايش دار عمي؟ شو الغايه مثلا تضرب؟ تضرب مثلا حيط بالحجر؟ تضرب حيط نضرب في الشباك. اي لا انت ماكش في مدارك العقليه وقتها. لا مش نفيد ماذا؟ ها؟ لا اي خلنا نعديوا السكر واضح في الطريق العام. لا الانسان يضرب الحجر على خاطر ما تعشاش. الله يرحمه. لا 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 هو تو ضحكنا صحيح اما برجوليه لا عرفتك. لا باش نحسب روحي ما سمعتهاش. به وصل لي يا اختي. السيد اللي قلت لك جاء اليوم باش يقول ستوب ولديك سديد النظر اللي عشتيه انت مع وليداتك ومع عائلتك اللي ضحاوا معاك واللي بكيتيه واللي شقيتيه واللي سمعتيه كلمات ناس واللي تكدرتيه هذاك وحدك. انا ما نجمش نفرض على مراد عاشت مع راجل يقمر وتعرضت للعنف المادي واللفظي والهجر والدنيا هذيك الكل. الكلمه ليك اقنع. شنقناها؟ يعني قلت لها يا اخي احنا غراب على بعضنا، نحن بنت عمي على الاقل نرجع بالطبيعه. انا قلت لك القمار علاش تو تقول بنت عمي وقت اللي تعنفها ما يجيش بالك اللي بنت عمك مثلا برس امك عليه؟ هاي فسروا لي هذيك. هو تو بنت عمك كرتهم بالحجر ماهيش بنت عمك وقتها؟ لا لا بربي بربي انا مش نحكي عليك انت، نحكي حتى اللي عنف في مرته ويتفرج فينا ومن بعد يجي يقول بنت عمي راهي ولحمي ودمي. ايه دارنا والعم اذا تنمليه لك الامثل صحيح ولا ايه؟ ماني ننزل عليك شويه وخي ما يخيتنا زاد هذه ما يعانيت هذه ولا انا غلط؟ عانيت صحيح. ما يا خويا انت عندك قداش عندك ماكش معاه؟ تو عام في غيبوبه. في غيبوبه قمار ونص. قمار قداش؟ قمار عندي 3 سنين. شنو يا خي 3 سنين؟ انا يا سيدي كان جيت مرتك 3 سنين نقول لك سلام. هاي 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 شلقتك وما لقيتك ما تنجمش تلوم عليها. اقنع شو نعملوا تو؟ تفضل. يعني قلت لها تو مش نبطلوا القمار سي سيفي ما عادش نلعب جمل ونرجع بشوي بشوي وكي كي ما قبل نرجع نشوف ندبر خدمه ونكري دار وكل شيء. الليموني كلمة ليك. السيد هذا جاء عيط لك قدام التوانسة الكل يحب يطلب السماح ويبدأ صفحة جديدة. ومشي سكن. أه؟ ومشي سكن. وين مش تسكنها؟ برشلونة. وين مش تسكنها؟ هي قلت لك حتى نخدم السيارة بشوي بشوي نكرو ونسكنوا كما يقولوا في شنو. تو في بالك انا تو باش تقترح الحل. انا في بالك انت في بالك تو ما عنديش لا فلوس لا حتى شيء حتى من الديون مبلع بالديون في كل بقعه. لا انا باش نقترح الحل. انت مكثر جبتني هنا على خاطر النفقه 6 ملايين. شنو هو؟ انت مكثر جبتني لهنا على خاطر النفقه. جبتك لهنا على النفقه؟ انت في بالك الموضوع هذا ما يهمنيش فيه. انا جبتك على حاجه حكايه اخرى. لا موضوع مهم النفقه شنو ما يهمنيش فيه؟ خاطر كذا كي يبدا عندي نعطي لصغاري ما عنديش مش حكايه مهم ولا عليها بطلت عليك انا ما اعطيتكش النفقه. اي تو كيفاش نعيشهم سامحني وحدي بكل شيء. اي تو عندها حكي لها عندها 5 شهور تو انا صحيح ما اعطيتكش. الاولى كيفاش نعيشهم انا وحدي؟ هي عندي 5 شهور ولا قد 6 شهور صحيح ما اعطيتكش. اي تو تحكي على النفقه انت. من على شنو نحكي؟ على شنو باش نحكي؟
باش نعيشهم هذاك. عندي اقتراح انا. انا عندي اقتراح ونتصور اقتراح مرضي. انت ما تنجمش ترجعها للمراه هذه ونضمنها تو. كلامها صحيح صح. وين باش تسكنني؟ انت تو لازمك 3 شهور نعملوا هدنه. اعطاها له الرئيس قبل وما لمش. اه؟ الرئيس قبل اعطاه مهله 3 شهور. انا هو الرئيس. ما هو رئيس المحكمه. مانيش نلعبوا في دور القضاء، احنا تو امام الملأ. اجا خويا تعهد 3 شهور لا ترجع لها لا ترجع لك، ما نضمنوش 3 شهور نعملوهم هدنه تبطل القمار وتبين حسن النيه تلوج على خدمه وتكري في الشهر الثالث. انا من رايي، اما تقول لك تو انا لا كراء لا خدمه لا باش يتلهى بيا لا بطل القمار لا ما بطلش، ما تعرفش انت بادر، انت غلط. اي صحيح غلط. بادر موافق ولا ماكش موافق؟ ايه انا جي معلاش جيت لهنا ماني مش مبادر انا. اعطينا مبادرتك انت شنو هي؟ حتى ندبر خدمه الساعه شنو هي؟ انت ما تحب ترجع لك توا حتى تدبر خدمه؟ باش نرجع. فسر لي فسر لي. اعطيني برنامج شنو اقنح؟ حبيت نلقى لك مدخل انا. ايه باش معناها نلقى خدمه وباش نتعاونوا مع بعضنا ونكريو واحد وكذا وكا. وين باش تعيش هي توا فهمتني؟ باش تكمل تعيش مع دار بوها توا شنو نعمل؟ شنو هو برنامجك شاكر؟ تعطينا برنامج يا شاكر. هذه ما خيتنا زاد يا شاكر يا خي، كيما انت وخي. هذه زاد وخيتي ما نحبش ان باهي انت تنجم تدعمه معنويا، معناتها تعملوا هدنه هك في دار بوك المده هذه بشوي بعد تصبر عليه. خلي ينحي القمار. ماني صابر يا خي. صبرت عمو برجولية صابرة معاك. هو كي باش ينحي هو ماهوش خايب، خدام وكابابلي حسبه عنده صنعة ومن حاجة يصنع حاجة تبارك الله كان معناتها فري ماهوش يعمل كيف يخدم هو، ما الفلوس ديما ما فماش. اي تو القمار كان مدمره. تعرف شو مثلا القمار ولا معناتها عباره واحد فهمني ولا ميزاب مقعور، صب منا يهبط منا صب منا. بيان سور عندك الحق، نعطيه فرصه دعمه معنويا، تفهموا انكم باش ترجعوا في اقرب فرصه مع ضمان حقوقك. ينجم راه وقفتك معاه بالدنيا ينجم يخرج منها جمله. وانا معاك يرحم والديك ويرحم من قراك ورباك وجابك، خاطر وقفوا لك في العمر هذايا وانت نورمالمون في عهدة راجل. هو غلط. اتفقنا؟ اتفقنا. اقف سي شكر. اقف مدام. نحيو القمار إلى الأبد. نحيو القمار إلى الأبد. نحيته. أنت محظوظ أنه مرا أعطتك فرصة بعد 3 سنين قمار دمار. مدام تحبوا السيدة ذي؟ توا بالقمار بالقمار؟ لا 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 مش بالقمار، هو من غير قمار، هو من غير قمار تحبوا؟ ما غير قمار كنت نحبه بالطبيعة. أنا مش كنت شفت كيفاش نخدم لك في الدنيا والله والله بسوبة. ما غير قمار تحبوا؟ ما غير قمار خلاص. مين ولا ولد عمي هو؟ ها؟ ولد عمي. امشي ضربتين. لا حتى انا نحبها. ايه تعرف لي انا نحبها مش وحاجه اخرى بربي كي تهزك العرس المره الجايه وما تنبش على انا خايفه لما نحكيش هكا كي نروح يضربني بالحجر. لا 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 تفضل كويس انتم. هاي خويا تفضل هاي تفضل تفضل. اقعد سي شيك شيك وخي عرضت لك جاه ربي عض على قلبك وبرجولية نورنا ورفع لنا ريوسنا وفي الحقيقة نور روحك ونور مريتك هذه وصغيراتك فهمني ولا تبارك الله عليكم
كوبل الله وحد عليكم سي شيك تو باش تعدنا امام الملاء يا وخي انك تتبدل تو تونس كل عرفتك قمرت انت فصل حجر باش تهبط لك في التيك توك في التيك توك بدل الصفحه اطوي الصفحه خويا داكوردو ان شاء الله ربي يحفظكم النوارات قل قل ثلاثة شهور اقسم بالله نصب بكم نفقه صحيح ثلاثة شهور ما كانش تصب بيه النفقه صحيح اخدم على روحك ربي يجيب في الصيب بقوس ان شاء الله تمني الليل الله وحد عليك ومريتك بسم الله ما شاء الله اخوي تلهيو بصغيرات وعندك صنعه يا عودة سي جعفر شمتة في اللعبة شيء والله وحد عليها زوجتك اخوي ولا بالحق عندك صغيرات فهمني والليل اغزروا القدام شمتة في اللعبة عليها انت ما فهمتوش الكوبل هذا جاونا برشا كوبلوات ما فهمتهمش فهمني حسيلو ان شاء الله ما نسمع عليك بكل الخير وان شاء الله ان شاء الله بعد ثلاثة شهور مدام تو كلموك الزملاء الزميلات الصحفيات والله لما نتبعك لحظه بلحظه بالله لازمني ندبر خدمه بالله لازمني ندبر خدمه ساعتها ان شاء الله ربي يجيب في السويب انوي الخير انت هاني ناوي في الدنيا هاني ناوي الخير هكا هو هكا هو انطلق هز زوجتك قدم تحيه بالله قدم تحيه قدم تحيه كبيره لامي وبابا واخواتي كبيره برشا 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 ربي يفضلهم لي ايوا امك وابوك واخواتك ان شاء الله ربي يفضلهم تحيه كبيره برشا لك يعطيكم الصحة. الأقمار اللي خرب الديار إن شاء الله ربي يبعد الأقمار على كل مواطن سواء كانوا كبار ولا صغار. قماركم شفتوا خويا وين وصل فهمني ولا عنده عائلة عنده أسرة وكذا يلقى روحه خويا ما عاد فاهم شيء بيت يحسب. فهمني بصراحة معناتها موضوع خطير برشا.